شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي احتفاليه تسليم اول ثلاثه ابراج ضمن منطقه الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديده العاصمة الإدارية الجديدة درة تاج المدن المصرية أصبحت علامة فارقة في مدن الجيل الرابع بالجمهورية الجديدة اليوم شهدت العاصمة الإدارية مرحلة جديدة ضمن رؤية مستقبلية للتطوير العمراني القائم وبناء المستقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ليشهد تسليم ثلاثة أبراج بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية بنأمل ونحلم إن إن شاء الله الفترة الجاية تتصارع أكتر خطى التنمية في كل المدن الجديدة مش هنا فقط لأن إحنا كنا كلنا عايشين وبنشتكي ودايما كل الناس يقولوا إحنا عايشين على 6% 7% من من مصر طب أنت هنفضل كده لغاية إمتى؟ ما هو طب إحنا عشان نتوسع ونضاعف الرقعة المعمورة من الدولة المفروض نعمل إيه؟ طرق ومدن ومناطق صناعية وأراضي استصلاح وخدمات وكل الكلام ده فإحنا الحمد لله النهاردة المشروعات اللي مفتوحه معمولة على مساحة لما تكتمل التنمية هنبقى على 14% من مساحة مصر وقد قاربت عدة مناطق على الانتهاء بالعاصمة الإدارية الجديدة منها منطقة الأبراج والحي الحكومي والمجمعات السكنية الأخرى ليصل عدد القاطنين بها إلى ما يقرب من 50 ألف ساكن ولم تكتفي الدولة بإسكان العاصمة الإدارية فقط فقد وصل عدد وحدات الشباب ومحدود الدخل إلى مليون وحدة حتى الآن في مختلف المدن الجديدة والقائمة وتعتبر تحركات الدولة المصريه في هذا الصدد ضمن استراتيجيه مصر 2030 للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والصناعيه، وتوفير اكبر عدد من فرص العمل لاجيال الحاضر والمستقبل. تطوير العمران القائم وبناء المستقبل لعدم تكرار اخطاء الماضي، توجه انتهجته الدوله خلال الفتره الماضيه لتحقيق حياه افضل للمواطن في عدد من مجالات الاسكان، سواء عائليا كان او اداري. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.